لو هنتواصل على المشاعر بتاعتنا والسلوكيات بتاعتنا، تفتكروا الكلمات ممكن تطلع مثلا بنسبة قد ايه؟ الكلام بيأثر بنسبة قد ايه؟ الكلام انا بشوف ان الكلام مؤثر جدا، يعني صح كده؟ او هو الاكثر تأثيرا، يعني يعدي ال 50%؟ اه يعدي ال 50%. صح كده؟ ايه رأي حضرتك؟ لا انا مش بحس ان هو بالنسبة دي، بحس ان هو اقل، لان ممكن واحد وهو قاعد بنظرة لحد يوصل له احساس اكتر من 100 كلمة. بالظبط. تعال ناخد مثال عملي. لو انا سألت حضرتك عندك قلم؟ ألم؟ اه مش فاهم، لكن قلت لك عندك ألم؟ اه صح كده؟ أو في ألم؟ تفرق نفس الكلمة بس خدناها لما شاورت ووضحت. بالظبط كده. فاحنا بنتكلم في طبقا للعالم ألبرت مهرابيان بيقول لك إن الكلمات بتؤثر في الكوميونيكيشن بتاعنا بنسبة 7% فقط. بس نبرة الصوت. بعيدا عن الكاتب الجميل ده، إني كل الشخصيات الكاريزماتيك اللي في العالم اللي هم أثروا في العالم بشكل كبير جدا، هم كانوا بيعتمدوا بالكتير يعني أكتر على لغة الكلام. تمام. التعبير الشهير I have a dream بتاع الراجل بتاع أمريكا، في شخصيات كتيرة جدا حوالينا، هو الناس ما بتعرفش إن شارلي شابلين إن هم شخصيات إن هم شخصيات كاريزماتيك معتمدين في الأصل على فكرة إن هم بيعرفوا يتكلموا كويس. بيتكلموا إزاي؟ في بسبب الناس دي طلع مقولة مشهورة جدا بتقول It's not what to say It's how to say. مش مهم بتقول إيه، المهم بتقوله إزاي. أنت بتشاركني. أشهر ليدر بيبقى معروف والناس بتتبعه هو الانسبيريشنال ليدر، الحماسي اللي بكلامه بس، بكلامه بس لا مش هيقدر يقودك، بس بالحماس اللي في الكلام. هو بيقول الكلام ده ازاي؟ مش بالحماس اللي في الكلام، انت قلت لي الكلام. ما هو يجب أيوة ان الكلمات يكون... بس يجب ان يكون أنا الكلام لسه بكلم. لا ما هو يجب ان يكون الكلام معبر، يعني معبر. معبر ازاي بقى؟ بتقوله ازاي؟ ما انا ممكن اقول لحضرتك اهلا وسهلا، هتحس بالكلام او بالترحاب. اهلا وسهلا، ازيك، عامل ايه؟ تختلف. فهو الكلام لوحده في التعبير عن الفيلينجز وعن الاتيتيود والبيهيفيورز بتاعتنا بيأثر فقط بنسبة 7%. زي المحاضر مثلا في الجامعة أو في مسرح، فبيبقى واقف قدام المايك ممكن يتكلم نص ساعة محدش يركز معاه. بالظبط. ولو هو مسك المايك وبيتحرك أو في بتساعد إن الموضوع يوصل، بدليل إن نفس المدرس إحنا بنحب واحد عن التاني مع إن نفس المادة. بيقول نفس الكلام. سألت سؤال. الكلام مؤثر بنسبة كام في المية؟ الكلام بالزبط. مؤثر بنسبة 50%. تمام. لكن طريقة الكلام هي المشكلة، زي ما أنا بقول لحضرتك هو دلوقتي ده اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. طريقة الكلام، طريقة الكلام معنى كده أن أنا يعني شوية بقى في حدية في الكلام، غير لما أقول لحضرتك طريقة الكلام بتمثل. أيوة. ماشي. يبقى احنا بنتكلم على الطريقة مش بنتكلم عن الكلام. لغة الكلام أيوة. هي من أهم الكلام. أنا مع حضرتك. لغة الكلام هي الطريقة الأسهل والطريقة اللي هي دايركت، اللي هي بتقدر توصل منها رسالة. بالظبط كده. فالكلام نفسه وحضرتك بتختاره كتأثير، كتأثير بنديله 7%. مش معنى كده ان هو مش مهم، بس تأثيره الأقل. يعني لو أنا اهتميت بده عن اهتمامي بلغة الجسد أو بنبرة الصوت، نبرة الصوت بتمثل 38% مثلا من التأثير ده. لغة الجسد بقى واخدة نصيب الأسد 55%. بمعنى إيه؟ يعني ليه التفسير ده طلع؟ يعني وحضرتك بتتكلم علشان تبقى مؤثر، اهتم جدا بلغة الجسد بتاعتك، ما تهتمش بالكلمات فقط. ما تقولش أنا هجيب كلام كويس وهتقف تقوله زي ما حضرتك بتقول كده، ممكن ما يوصلش. طب لو انا جبت الكلمات اخترتها طبعا بعنايه، ولكن بنبره صوت مناسبه للمتلقي ولغه جسد مناسبه برضو، الموضوع بيفرق كتير جدا.